أنت العهد وأنت المجد، شامختك زيتون الأرض منذ المهد وحتى اللحد. لا 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 لن يدنى سعد يا وطنا. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الحرية، صباح المقاومة. حلقة جديدة من برنامج نهارك زين كما تعودتوا بينا كل سبت وحد على قناة حنا بعل من 11 حتى نص نهار ونص. قاعدين نسجلوا في ظروف استثنائيه، الحلقات كلها حلقات خاصه. ما زالت الشوارع العربيه تملو باعداد غفيره ان لم تكن اعداد مليونيه، تساند القضيه الفلسطينيه، تساند لما يحدث في قطاع غزه من جرائم كبيره يقوم بها الكيان الصهيوني. اليوم عنا عديد الضيوف من فلسطين، عنا رئيس الجالية الفلسطينية بتونس باش يكون حاضر معنا، كيف الطالب محمد اللي يدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، وعديد الضيوف الاخرين. كالعاده نحب نبدا بطبيعه بالدبره نتاعنا في الكوجينه، نعطيكم على الاقل شويه افكار في الكوجينه، ومن بعد ندخل بطبيعه الحلقه نتاعنا. نحب نرحب بالشيف قيس اللي عنده ومديد علينا. شيف شنو احوالك؟ لاباس سميه، ان شاء الله نهارك زين. اليوم قيس ما جاش وحده، جاب لنا يظهر لي شيف ابراهيم. شنو احوالك؟ بيتزا سافا؟ يظهر لي اليوم الدبره نتاعنا، معناها فما البيتزا وفما البيتزا اللي احنا نقولوها خليها للصغيرات هاكا تشيخ نتاع الصغيرات، وفما الدباره اللي يحبوها الكبار. ماك تعرف احنا البيتزا والحاجات هذيك كل ما تشبعناش. كالعاده سميه ديما نجيبوا حاجات سبيسيال وحاجات خارج على العاده. انا سلطه بشكشكه كالعاده نتصرفوا ونعملوا لها اي جو، برشا الوان وبرشا خضره وتتزين في صحن، هذيك حاجه عاديه. وعندنا دويده مفوره زعره بالعصبان. فهمت؟ هذه دبارتنا اليوم، دويده مفوره بالخضره زعره بالعصبان، زاد العصبان ازهر باش نحطوا له شويه هريسه دوبلاش حرحروه هكا هو. هذه هي الدبره نتاعنا نتاع اليوم. والبيتزا خلينا نحكي شويه مع الشيف ابراهيم. البيتزا شنو بالضبط باش تعمل البيتزا؟ البيتزا الريسيت نتاعها اللي ساهله، نجم اي واحد يعملها في داره. بعدك تو نفسر لكم الريسيت كيفاش باش تحضر. اللي هي بيتزا بان ساهله برشا، شيفونه في الكوشه نتاع الدار، بيشير في اي كوشه، مش لازم حتى فور دبوا ولا فور ريكتيك، تيب في فور عادي جدا في الدار وهكاك سهله الديار. باهي شيف، نبدا معك شيف قيس ومن بعد نستقبل ضيفي ومن بعد نرجع لشيف ابراهيم نعمل بيتزا مع بعضنا. خلينا نبداو. قلت لي الدويده المفوره بالعصبان، هات نبدا صار العصبان انا قاعد نرافي الكبده ونرافي الحم ورا العصبان نتاعنا، الحم وكبده وكلاوي. كلاوي هذوما باش نحطوهم هكا في البول نتاعنا، فهمت؟ باش نعطيهم معدنوس، هذا خاطر زعره باش نعملوها بمعدنوس كاو بلاش سلق، فهمت؟ شويه بصل، بصل هكا باش نفوحوها كيما العاده، نعناع شايح ما يختناش في العصبان ولا في الروز الجربي، يفوح بالكدا النعناع نتاعنا. حطوه تابل ملحي جديد سميه وريحته فاوحه. هذا ديري نتاعكم شايفه؟ اي هذا ديري، حتى الريحه نتاعو سبيسيال. ريحته ياسر بينا. شويه كركم، فلفل اكحل، ملح. هذا تعمل بالمدام في الدار؟ اي بارك الله عليها. يعيشك. هذا الفلفل الاكحل نتاعنا هكا احنا نحبوا ديما نسينا مقدير في الدار، شويه ملح ويعمل العولة كل وحدهم. زيت نحن خاطر باش نعملوها رابيد وسهله، ماشي باش نحطوا فيها حمص وباش نحطوا فيها الروز. الروز علاش نحطوا الروز؟ نحن باش يشرب الماء نتاع المعدنوس والخضره، ما تجيش مبلوله تجي شايحه. هذا الروز بعد اللي شويه هريسه عربي اللي ما يلقاش الروز، الروز ينجم يبدلها برغل ولا شربه مفوره؟ لا برغل ولا شربه مفوره عادي ما تجيش، مش مشكل. توا يلزمنا ندخلوا الفاح في الحم في الزيت. رجعتنا لجو العيد. اي غير العصبان نتاعنا بريسك ان شاء الله، ان شاء الله ترجع الفرحه. خلينا نقولنا فلسطين لكل الشعوب العربيه، على خاطر بالحق قاعدين يعيشوا في نفس الالم اللي هما يعيشوا فيه كل يوم، معناه بالحق ان شاء الله ربي يفرج عليهم. مكاورتي ابراهيم اعطيني طبقه الومنيوم، ومن بعد نعملوا لها الومنيوم نلفوها في السيلوفان. هذا عصفين اي في بلاصه في بلاصه الكرشه. وين من غير كرشه؟ هذايا من غير كرشه، هذايا سبيسيال.
نجم ما تحطش راهو كبده وكلاوي وقلب، نجم تحط سكالوب وتحط حاجات داكو المفيد تجي الفاح نتاعها هكا داكو. المهم يكون هذا عصبين، خلينا نقول انا مودرن شويه، مودرن شويه باش عصبين جماعه مرسى بالليمنيوم جماعه مرسى. الشيف قيس جينا بالطبيعه من مرسى. انا اشتاق ليه اي فهمتني ولا كيف كيف. زاد ما نحكي لكمش بالحق على التريتور نتاع الشيف قيس، النظافة والعفافة وبالحق تنجم تعدي معناها كوموند وعينيك مغمضة، سيرتو الصغيرات نعرفوا توا صغيراتنا، نعرفوا المكاتب المدارس الخاصة كلهم توا اللي ساعات فما حتى روضات ما يطيبوش وحدهم. دونك ننصحكم بتريتور قيس، أنا مشيت بحذاه وزيد كيف كيف فرحت بيا شيف وفطرنا كسكسي ما نحكي لكمش. ود الود الود نودكم ونشهيكم حاجه ممتازه على الخبيه. شيف نخليك تعمل العصبين باش تفوروا في الماء ولا شنو بالضبط؟ لا لا باش نطيبوا في صوص زعرة اللي يلبس في الناريه ونقلي فلفل وواحد. ركزوا شويه كيفاش تمت عمليه العصبين بالضبط. دونك في بلاصه نعمل الكرشه نعمل البابيي الومنيوم وشويه سيلفون. اه تخي بيان هكا. غابو طيب باش نقبوها بالكيردون باش تصيب الريحة نتاعها ويدخلها تياب وتيب الروز الوسطى. هذه باش تعملها صوص زعرة توا؟ صوص زعرة سمية باش نعملوها سيباري بعيدة على الكسكاس والمقفول. المقفول هذاك نحيه لي من الطماطم باش نحط عليه الكسكاس نفور باش كي تيب الصوص نبدا نمرق في الوحدة. مش نحط تحت ومن بعد نحير كيفاش باش نحي المقفول. داكور هاي هاي دونك كيردون باش نقبو الواحد ابراهيم نحط شويه زيت غادي. شوية آخر حاضر معنا الضيف رئيس الجالية الفلسطينية بتونس السيد سيف الدين الدريني. دونك باش نحكيو معاه شوية كيف كيف. اليوم حاضر معنا الشاعر محمد الهادي. دونك باش نتنفسوا شوية كيف الحلقة باش نلقيو كيف كيف. زاد باش نسمعوا شوية قصائد على فلسطين وعديد الفقرات الاخرى اللي البعض منها واصل معناها قعدنا حافظنا عليها كما الصحه. ما نجموش دونك ما نحكيوش في الصحه. حاضره معنا كيف كيف اخصائيه التغذيه مريم الشركي. بيه. دونك شيف تحب نخليك ولا نقعد معك توريهم الصوص؟ اي خلينا نشوفوا الصوص. نحطوا نقليو 3 جرينات فلفل. هنايا نقليو 3 جرينات فلفل باش نحطوا البصل نتاعنا بعدهم. الصوص جي جارية شوية فهمت؟ روحوا حاجة. اش قولك في التنجر نتاعنا الشيف؟ مزيانين مزيانين هذوك حاجة قال لوكس هذوك فهمت؟ لوكس لوكس معناها اينوكس 18 حاجة ممتازة على الآخر. تنجر أربع تنجر بأحجام مختلفة بالطبيعة معاهم ولدهم كما نقولوا احنا المقلة. دونك حاجة مزيانة على الآخر اللي هي مدهونه بدهن ما يخليش حتى حاجه كي تقليها كيف كيف تنجم تلصق في المقله هذيك. كيف كيف كما قاعدين تراو نحب نحكي شويه على البلاك نتاعنا كما قاعدين تراو في الشاشه انه كيفاش معناها القاع نتاع الطنجره والفو بلو هذيك اللي هي بعيده شويه هاكا. دونك الحاجه اللي تميز البلاك نتاعنا انه النار نتاعو تكون نار زرقاء ماهيش نار حمراء. دونك ما تحرقلكش الطنجره وفما اسباس بين 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 الطنجره وبين الكانون اللي تخرج منه النار. المنظر كيف كيف حاجه مزينه على الاخر. الحاجه به انه ما تقعدش تلوج على البريكيه فهمت تك تك معناها منه فيه. فوالا دونك هذه الصوص نتاعنا خليك شيفت ونرجع لك شويه اخر. نمشي نستقبل ضيفي رئيس الجاليه الفلسطينيه بتونس السيده سيف الدين الدريني نحكيه شويه ومن بعد نرجع وحده الشيف قيس ونشوفوا الدبره نتاعنا وين وصلت. تفضل.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي ينصر دوله فلسطين، وان شاء الله ترجع الفرحه وتعم الفرحه، ترجع لهم الضحكه والابتسامه الجديده يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على قريب. حاضر بحذيه رئيس الجاليه الفلسطينيه بتونس السيد سيف الدين الدريني، اهلا وسهلا وان شاء الله نهارك زين. شكرا جزيلا على الاستضافه، وتحيه الى جميع مستمعي مشاهدي القناه، ومن خلالكم اوجه تحيتي للشعب التونسي الذي وقف ويقف إلى جانب شقيقه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة النضالية من القضية الفلسطينية. نبدأ طول في الحوار أستاذ، أنت وجهت تحية للشعب التونسي. اليوم الشعب التونسي قاعد يخرج بأعداد كبيرة، إن لم نقل الألاف والألاف والألاف، يعني طيلة الأسبوع عديد أفراد من الشعب التونسي، خلينا نقول إن رجال كبار نساء صغار طلبة الناس كل معناها حتى خرجت من خدمها وقاعدة تتظاهر. اليوم الموقف شنو رأيك من موقف الشعب التونسي وعديد المواقف معناها الشعوب العربية الأخرى؟ يعني بالنسبة للموقف التونسي تحديدا ليس بجديد، لأنه دائما أنت تعرف أن الوجود الفلسطيني في تونس بدأ منذ عام 1982، يعني 40 سنة، وبالتالي يعني وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس جديدا، فهو عايش مراحل نضالية منذ 82 إلى الآن خاضها الشعب الفلسطيني في فلسطين، وبالتالي يعني لا شك موقف مميز. ولكن ما يميزه الآن، وهذا شيء يعني من تونس من البلاد العربية القليلة جدا التي يتماهى فيها مزاج الشارع مع المستوى السياسي، بمعنى أن المستوى السياسي أيضا من خلال موقفه الرسمي عبر عما يجول في وجدان الشارع التونسي، وهذا طبعا ما نفتقده في معظم البلاد العربية، لأنه هناك فارق كبير بين المستوى الرسمي ومستوى الشارع العربي والمستوى الشعبي. نحن المستوى الرسمي الممثل بجامعة الدول العربية يعني كمنظومة سياسية هي عمليا منظومة ضعيفة جدا، وما يميزها أنها لا تعبر عن تطلعات وتمنيات وإرادة شعوبها، هي أكثر منظومة وظيفية في يد القوى المهيمنة في المنطقة، وبالتالي وهذا وجدناه في البيانات الرسمية التي تصدر، في البيانات الرسمية التي تصدر، يعني حتى لا يوجد بيان شجب أو استنكار، مجرد بيانات يعني فارغة المضمون عن المدنيين بيانات والرهائن، يعني تعودنا عليها، شعارات تعودنا عليها، كلام تعودنا عليه، ما فماش حاجة جديدة. هذا هو الواقع في العالم العربي، موقف شعبي مؤيد ومناصر، وموقف رسمي محكوم بالسقف اللي تتيح اللي بتحدد له القوى المهيمنة. في المقابل نرى، وهذه كانت يعني شيء نادر حقيقة، أن يكون الموقف الغربي سواء الموقف الاقتصادي السياسي العسكري داعم إلى درجة يعني مكشوفة، مستعد حتى أن يجلب وأن يختلق الأعذار. هم تحس المرة هذه يلعبوا اللعبة نتاعهم معناها كما وسقط القناع، خلينا نقول أنا سقط القناع الدول الغربية. نعم، سقط القناع على المكشوف يعني باللغة الدارجة. قبل ما كانوش يلعبوا على المكشوف. نعم. في الحرب هذه ولاو يلعبوا على المكشوف، يعني جميع الأوراق فرشت خلينا نقول أنا على الطاولة. وهذا نتيجة الانتصار الفلسطيني المقاوم والمفاجأة التي حققها في 7 أكتوبر. هو كشف ضعف الكيان، وبالتالي ليس مفاجئا ان نرى الغرب الذي اسس هذا المشروع، وانا بين ظفرين اريد ان يعني اوضح للمشاهدين انه هذا الكيان لم يعني يفكر فيه اليهود من اجل اقامته، من اسس هذا الكيان هو الغرب.
وأول دعوة رسمية كانت في من قبل نابليون بونابرت في 1795 عندما دعا إلى إقامة وطن يهودي في فلسطين في الوقت الذي كان فيه تعداد اليهود في فلسطين 1300 نسمة. تصوري. فإذا الغرب هو قرر أنه يؤسس هذا الكيان من أجل أن تكون له قاعدة في المنطقة يستطيع من خلالها أن يهيمن عليها. إذا هذا هو مشروعه. بعد 100 سنة أو 150 سنة فكر قبلوا اليهود واحتشدوا من أجل تأسيس هذا المشروع. هذا يفسر أنه الغرب الآن عندما رأى ضعف إسرائيل ورأى أنت في البداية قلت النصر لدولة فلسطين والحقيقة النصر للشعب الفلسطيني. إحنا بالمعنى الحرفي للكلمة لا يوجد عندنا دولة أصلاً. نحن حتى بمؤسساتنا التي نصر أن يعني نعيش حتى تحت الاحتلال ولكن نريد أن نتجذر في الأرض. فإذا عندما حقق المقاوم الفلسطيني المفاجأة وبدت إسرائيل ضعيفة منهارة لدرجة أنه المفاجأة أحدثت إهانة كبيرة للجيش الإسرائيلي لم يختبرها من قبل. لم يختبرها من قبل. أستاذ سيف، كل الشعوب العربية وانت توا كنت تحكي لي على المقاومة وكيفاش أحدثت، معني خلينا نقول أنا فاجأت الحركة، فاجأت الكيان الصهيوني، كل الشعوب العربية فرحت، كل الشعوب العربية خرجت للشارع، يعني عبارة هو نصر عظيم جدا جدا. ما عدا خلينا نقول أنا معناها كان فما تصريح للرئيس محمود عباس بشأن حماس، استفزك التصريح هذا اللي قام به رئيس محمود عباس؟ يعني شوفي ما يتم على المستوى السياسي يتم على المستوى السياسي، وما يتم على الميدان يتم على الميدان. احنا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في هناك مستويان، دائما كان بالنسبة للقضية الفلسطينية مستويان، المستوى الميداني النضالي وهو صمود مقاومة الاحتلال بكل ما يملك من أدوات، هذا المواجهة الميدانية المستوى النضالي دائما هناك وحدة، لا يوجد خلاف بين أي فصيل وفصيل. يعني مثلا هل تعتقدي أن 5000 شهيد في غزة و 15000 مصاب، يعني هل من يقول أنه هذا حماس أو هذا جهاد أو هذا فتح أو هذا جبهة شعبية؟ ما حداش بقول، لأنه كلياتنا في الميدان. دائما النضال الفلسطيني في الميدان موحد. أما غالبا ما يكون النضال السياسي هناك في تعدد وجهات النظر وطبعا في خلافات، لكن لا ننسى أنه يعني النظام السياسي اللي هو عمليا السلطة الفلسطينية هي جزء من المنظومة العربية، هي جزء من الجامعة العربية، صحيح؟ وبالتالي ماذا تعتقدي؟ الجامعة العربية ليس لديها سقف لإدخال شاحنة دواء أو غذاء إلى غزة، فما بالك يعني ماذا سيكون سقف المستوى السياسي حتى الفلسطيني في هذه الحالة؟ هل يتجاوز دولة زي مصر؟ هل يتجاوز دولة زي السعودية؟ هل يتجاوز المنظومة؟ لا، المستوى السياسي معروف سقفه، معروف تحركاته، هو يحاول أن يعني يسوق ما يمكن تسويقه من الناحية السياسية، بس في الأساس هو أيضا انعكاس في المجمل لما يجري على الساحة، ما يجري في الميدان. وفي الميدان لا يوجد هناك فارق لا بين حماس ولا بين فتح ولا بين أي فصيل آخر. أستاذ، بعض الشاحنات خلينا نقول احنا فرحنا ديجا انها معنا تم فتح معبر رفح لبعض الشاحنات، يمكن هوني معناها بعض الدول استطاعت انها معناها تتدخل، لكن ديما احنا نكتفي واحنا العرب بإقامة القمم والا الندوات والا التصريحات اللي تعودنا بها، التصريحات تكون هكا نارية شوية. مؤخرا زاد صارت قمة القاهرة السلام هوني، تونس والجزائر رفضوا انهم معناه يشاركوا في القمه هذه، تعليقك؟ هو حسن فعله،
لأنه عمليا هي الحضور الغربي في الأساس سمعناهم حتى من منبر القاهرة، هذا مؤتمر السلام مثلا على سبيل المثال، وزيرة الخارجية الفرنسية تعاود تأكيد وأنه الأرجح أن يكون ضحايا وشهداء المستشفى المعمداني في غزة هو نتيجة صاروخ، كأنها لم تعد وزيرة خارجية، كأنها وزيرة مخابرات أو وزيرة استخبارات. إذن وعديد المغالطات قاعدة تصير في الإعلام الغربي منها ومن غيرها، وبالتالي يعني سقف هذا المؤتمر كان واضح، لن يسمح الغرب بتمرير أي قرار من أجل الحفاظ على المدنيين الفلسطينيين، أما إذا من أجل الرهائن الصهيونيين أتفضل أطلع قرار بوافقه، أما من أجل ما يحدث للشعب الفلسطيني من دمار وما يحدث وقف الاعتداء على المدنيين لا لا لن يوافق، وبالتالي لم يصدر بيان. يعني لا يمكن هذا اللي قلت في البداية منذ البداية، إنه في إحنا عندنا مسارين، وهو دعم غير محدود غربي لإسرائيل للكيان الصهيوني، هذا واحد. اثنين، في المقابل عندنا ضعف عربي غير محدود في الساحة العربية على المستوى الرسمي، وكل مرة نزيد ونتأكد منه أستاذ أكثر الضعف، وكل مرة نستنى وكل مرة ننتظر أن يقوم، وحتى الآن وأنا أعتقد أنه هذه المنظومة استنفذت وبالتالي إذا عندنا دعم غير محدود وعندنا ضعف غير محدود. هذه هي حياة إسرائيل، هي أصلا لا تمتلك القوة الذاتية، لا يوجد لديها شريان حياة غيرها هذين العاملين، الدعم الأوروبي الغربي اللامحدود وضعف الساحة العربية الرسمية اللامحدود، هذا اللي يطيل في عمرها. لأنه إذا كان تأثر الدعم الغربي أو إذا كان الساحة العربية أصبحت يعني أقوى وأصبحت المستوى الرسمي يعبر عن تمنيات شعوبه وعن إرادة شعوبه، إسرائيل لن تعود موجودة، لأنه هذه هي شرايين الحياة التي تمد الكيان. وأهم من ذلك أنه لا توجد هنا قضية، القضية هي أنه يعني تحت شعار أنه نريد أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، يعني أولا لا أخلاقية ولا إنسانية، ثانيا كذب، لأنه الأرض بكل ترابها وبكل أشجارها وبكل آثارها هي أرض تاريخها معروف، وبالتالي لا يستطيعون أن يقولوا أنه لا يوجد شعب فلسطيني، لا يعترف بوجود هذا الشعب. ولذلك إحنا معركتنا معركة ليست فقط هي معركة لفلسطين، لأنه كما قلت لك الكيان الإسرائيلي الكيان اليهودي أسس في فلسطين ليس فقط من أجل فلسطين والفلسطينيين، هو مصمم في الأساس ضد كل الساحة العربية، كل الساحات العربية، وصلوا إلى تونس ووصلوا إلى أماكن بعيدة، قصفوا عواصم عربية، هذا الكيان مصمم لكل المنطقة العربية. وبالتالي إحنا معركتنا أولا، هذا أيضا يفسر مدى فهم الشارع العربي ويفسر لماذا يقف بهذه القوة إلى جانب قضيته القضية الفلسطينية. ثانيا أنه الشعب الفلسطيني يخوض نضال ليس فقط نضال قومي تحرري، هو نضال إنساني أيضا، وبالتالي يعني المستقبل يعني دائما إلى جانب الحق والحرية والسلام. شكرا لك أستاذ سيف الدين نادريني، رئيس الجالية الفلسطينية بتونس. إن شاء الله إن شاء الله أكيد مرحبا إن شاء الله نستضيفك في استوديوهات فلسطينية. إن شاء الله إن شاء الله أكيد أكيد ستنتصر فلسطين، دولة فلسطين ديما مسمى على كلمة دولة فلسطين. احنا ما زلنا مواصلين في حلقتنا نهارك زين، مرحبا مرحبا.
حكينا قبيلة شوية وقلنا أنه ما زالت الأعداد غفيرة تملأ الشوارع العربية الكل. خليني أقول أنا في كل الدول العربية. هوني حبيت قبل كل شيء نستقبل ضيفي الأستاذ في علم النفس كما تعودتوا عليها أنس العويني. إن شاء الله نهارك زين. عسلامة، هاك طيب. صباح الحمد لله. لباسة إن شاء الله؟ لباسة الأسود يليق بك. يعيشك ربي فضلك. مرحبا بي. اليوم أستاذ كيفاش نجمو نواصلوا النضال متاعنا في الشوارع؟ خليني نقول أنا ساعات البعض تلقاها يفشل شوية، يرخ شوية إن صح التعبير. اليوم كيفاش نجمو نواصلوا النضال هذايا؟ أي في الحرب ثم بسيكولوجي وحدها، معناها بسيكولوجي دو لاغير، بسيكولوجي سبيسيال، باش نجمو نواصلوا النضال متاعنا، باش نجمو نكونوا أقوى، باش نجمو نربحوا المعركة. أنت تعرف سمية اللي أي واحد فينا مش يدخل في تحدي في حياته إذا كان نفسيته لباس، إذا كان نفسيته توازنه العاطفي الموجود، الموتيفاسيون والدافع باش يكون موجود قوي، الإرادة باش تكون قوية، سلوكه باش يكون متأقلم ومتكيف مع الإرادة متاعه، مع القوة متاعه، باش ينجح كلك سواء في مرضى ولا في تحدي في بناء مشروع ولا في حاجة صعيبة كيف ما الحرب اليوم اللي نتحدثوا عليها. مهم جدا معنويات الناس، معنويات الناس اللي تقاتل، معنويات الناس اللي تناضل، معنويات الناس اللي سور تيران اللي ناضلوا. لو يستشرف الإنسان الانتصار مش يكون قوي. صور الهزيمة اليوم حابين نتحدثوا عليهم سمية برشا، صور يعني هي مش هزيمة لكن احنا نشوفه في خسائر في أبنائنا الفلسطينيين، خسائر في إنسانة، خسائر في رجالنا، خسائر في البنية التحتية متاعنا، خسائر في يعني في البلاد كيفاش يعني انهارت في حجم الدمار. هذيك من شأنه أنه يحبط العزائم، ومن شأنه أنه يقول علاش حاربنا، علاش اجتهدنا باش ننتزعوا شوية كرامة من بعد باش نخلصوا فاتورة غالية. بطبيعة الحال مساجات خايبة ومساجات محبطة يعني للأمال. يلزمنا نشوفوا بالعكس ديما نركزوا على النجاح اللي صار نهار طوفان. عدد صغير لا محاله باش ما نعموش عدد صغير، انهم البرشا اليوم معناها حتى في الدول العربيه ندمين. يقول لك علاش مثال حركه حماس تقوم بقصف مثال تل ابيب ولا حاجه، كان نجموا ما نوصلوش للشيء هذا. عدد قليل جدا خلينا نقول انا، مش الكل معناها بالعكس كلهم فرحانين. أكيد. نهار 7 اكتوبر حتى واحد حتى عربي ما ينجم ينساه. اي اكيد جدا، هو حتى عربي حر اصيل معناها ما ينجم ينساه، انما مالوروزمون الاصوات هذه نسمعوها، لكن نسمعوها بصوت خافت. هما دي تونتاتيف راهو يستناو شكون يتبنى الفكره الفاشله نتاعهم معهم بشويه بشويه. ان شاء الله لا، العزائم ديما قويه، ديما فرحانين بالنصر، خطوه قويه معناها يعني، ونصر كبير معناها معنوي اكثر منه عدد قتلى، لاني كان ثم صوره مخيبة، صورة غالطة كانت يقدمها الكيان الصهيوني على نفسه، هذاك اللي خلى ناس تتعاطف معاه، وذاك خلى ناس الأكثر تخاف منه وتطبع معاه العلاقات، وترى اللي سلامتها في وجود الكيان هذاك. يعني نهار اللي تضرب سمعنا الأصوات في الأيامات الأولى علاش الدول المطبعة الجديدة ما تنحيش. شوف قديش الصورة النفسية، الصورة الذهنية وقت اللي شافوا انه كيان نجموا نربحوه، وكيان فاشل، وكيان نجموا نغلبوها المخابرات نتاعو، وجيشه مش صحيح معناها يتقهر بسهوله تامه، معناها هو تو يعمل في حرب اباده، مش حرب في دوله، ولا يحارب في جيش منظم، ولا جيش معزول يدخل في سلاح بالسيف يجيب فيه عن طريق السودان جاي ومدرى منين باش ينجم يوصل له بالانفاق من غادي، والناس الكل تحارب فيه. معناها بالفعل كونه جيش معناها ما هو جيش قوي، الصوره الغالطه هذيك تخلي الناس تراجع برشا حسابات في حد ذاتها، وهما راوها كوني بالحق بالفعل يعني صوره خسروا بها برشا. اليوم استاذ اغلب الراي العام خلينا نقول انا في الدول الغربيه قاعد يتاثر بال 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 بالاكاذيب اللي يقولها الكيان الصهيوني، بكل الخرافات اللي يدعيوها. بالحق اليوم نشوفوا سحب جنسيات من ملاعبيه نتاع كوره، ونشوفوا طرد من بعض مثال المنازل، العلاقه تبدا بين الاصدقاء سواء كان هما عرب والاخرين معناها مثال فرانسيس ولا المان، تقل العلاقه ادهورت نظرا مثال للعربي اللي ساند في القضيه الفلسطينيه. اليوم هوني نحكي على وسائل الاعلام القوه قوتها هوني وقت اللي تبدل لك راي عام كامل معناه. اي هذا دور وسائل الاعلام في الحرب، دورها في التاثير في الحرب النفسيه على المؤيدين، على الناس المعارضين، على المقاومين، وعلى الليجيري نتاعهم بطبيعه الحال. مش صعيب ياسر معناها باش نجم تاثر في الانسان ولا تعمل له مانيبيولاسيون،
والإنسان يعني تتحكم فيه معتقدات، إذا هو حط من الأول في يعني الرسم اللي رسمه الغرب بصفة عامة الحركة حماس والحركة المقاومة والفلسطينيين عموما كونهم دون الإنسان، كونه ذاك محور الشر، وبالتالي أي فعل منه باش يتراه كونه فعل خايب، وكون الكيان الصهيوني هو محور الخير، محور التطور، محور الديمقراطية والحضارة الإنسانية، وبالتالي أي فعل تعمله هي ما ينجمش يتأول كان فعل حسن. وإذا أعطتهم أي تبرير على أي مجزرة عملتها بطبيعة الحال باش يصدقوها وباش ينجموا يكذبوا كان الآخرين اللي يتوصفوا مالوروزمون بالإرهابيين. الصور هذه مش حاجة جديدة، استعملوها يعني الاستعماريين الكل، كان يتقال على الفلاقة إرهابيين، كان يعني أي إنسان معناها باش يقاوم ولا باش يفك حقه قدام دولة ظالمة، قدام كيان ظالم ولا قوة عسكرية قاهرة بطبيعة الحال باش نجم هي تسمي الأشياء بالمسميات اللي تحبها هي، وبالتالي تأثر في الرأي العام. مش غريب أنه مواطن في الغرب أوروبا ولا في أمريكا ولا في كندا أنه يتبنى الفكرة متاع الدولة متاعه، بما أنه الإنسان كيف ما قلنا ما يستعملش الكوسيون انتلكتويال نتاعو، طاقة الذكاء ومعدل الذكاء سمير أنا ما نستعملوهاش باش ندركوا الواقع، بل أشياء عاطفية، صور عاطفية تتعدى بتكرار معين بصورة معينة لفيت صدقها الإنسان باش يتبناها وباش يبني عليها أفكاره الكل، باش يبني عليها مدركاته الكل، ومنها هي باش تنتج يعني سلوك مغاير. يعني ناس اليوم يعيشوا في الأوروب اللي طردوه من خدمته نتفرجوا فيهم، اللي أقصاوه اللي خرجوه من دار كيف ما قلت، وثم ميم دي كوبل اللي قصوا معناها ثم تونسيات ولا تونسيين مع معناها متزوجين من أجانب في الدول هذيك اللي دخلوا في أزمة كبيرة ما بينات بعضهم وقصوا، معناها نحكي لك في حاجات واقعية نشوف فيها مالوروزمون، لأن الناس تتبنى في أفكار يعني متعارضة لبعضها مغالطة ما ينجمش تعطيه حتى الفيديو قدامه باش يشوفه نتاع قصف نتاع تدمير نتاع غيره، يتبنى الا الجهه نتاع الدوله نتاعه، وهذه مالوروزمون حاجه تخلينا نخافوا برشا والحاجه هذه سميت يعني باهيه في كوني تحير لنا الذاكره نتاعنا قصيره الامد، لاني مش جديد على هياكل وجهات كيف ما هكاك الظلم ولا الاعتداء. احنا نذكروا قداش من مليون معناها عراقي مات وتوفى، قداش من مليون تهجروا، قداش من بناه تحتيه معناها تدمرت في العراق البارح في الايام واحنا نتذكروها بسهوله تامه، لكن مالوروزمون احنا ننساو الحاجات هذيك في كل فتره يذكرونا، وكانوا يؤيدوا، كانت فرنسا معاهم وكانت بريطانيا كيف كيف معاهم وكانوا يساهموا، معناها يعني بريطانيا شاركت في الحرب وفرنسا كانت في اللوجستيك وغيرهم وغيرهم، لكن احنا ننساو يعني بالفعل. ان شاء الله ازمه كيف ما هكا ربي يعديها على خير على اخواننا في فلسطين، لكن هذا تخلينا ان احنا نركزوا على بناء دولتنا الوطنيه القويه، دولتنا اللي تنجم تدافع على روحها، على خاطر بالفعل القانون الدولي عمره ما نهار من نهارات باش يحمينا ولا باش يحمي ابنائنا ولا باش يحمي اراضينا. استاذ نختم معك هوني، يزلنا قوه نفسيه كبيره برشا اللي هي تخلينا نتجاوزوا تاثير الحرب اليوم على الاهالي، على الجرحى، على الشعوب العربيه المسانده اليوم نحكيو بسيشيكمون، اليوم يظهر لي يزلنا قوه كبيره برشا. يزلنا قوه نفسيه كبيره، يزلنا برشا تفاؤل، برشا دفع، برشا اجتهاد، اللي نجم يساهم من يعني من جهته في حاجه ما يبخلش بها، اللي نجم المفيد ان ديما ننشروا التفاؤل ان شاء الله، وديما نذكروا اللي احنا فايزين، اللي مجموعه من المناضلين يعني في بلاصه محاصره قدرت بشتهين جيش يعني يكاد يزعم معناها انه اقوى ما ثم في الدنيا، يكاد يزعم انه عنده قدرات الهيه لا تقهر، لكن فئه قليله بمجموعه محدوده جدا من الناس قدروا باش يكسروا الصوره هذيك، وهذه اكيد جدا مش تقعد يعني راسخه عندنا احنا ككهول وعند الشباب نتاعنا وعند حتى اطفالنا كصوره نصر ان شاء الله، ونستناو كان في النصر ان شاء الله، نستناو اكيد في النصر. والقوة النفسية اللي كنا نحكيوا عليها اليوم ألقيناها في الطالب الفلسطيني محمد أبو جبل وأصدقائه وطلبة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار على الأعمال اللي قاعدين يقوموا فيها، بالحق برافو. شوية آخر باش يكون حاضر بحذانا، بالطبيعة باش نمشي نعمل طلة على الشيف قيس والشيف إبراهيم باش نشوفوا اليوم، خلينا نشوفوا مع بعضنا البيتزا اللي نعرف برشا نساء البيتزا اليوم ديما ما تمشيش معاها، هذاك علاش ماذا بكم تشدوا ستيلويتكم ورقه وتقيدوا الروسيت الصحيحه هذه اكيد شويه اخر في نهارك زين. مرحبا. اني اتنفس تحت الماء. عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفع
رجعنا باش نعملوا طلع على الشيف قيس ونشوفوا ادبارها نتاعنا اليوم وين وصلت. شيف لا دونك عندنا توا الدويده اللي باش نفوروها لازمنا نعطيوها بزيت زيت باش تعمل سيباراسيون بين الكعبه والكعبه باش ما تعجنش. عندي مشكله هذيك يا شيخ نوسع بالك معايا شويه. انا مشكلتي ديما في الدويده والا في اي تعجن لي وتشد بعضها على تلصق بعضها. ما خذتش الزيت نتاعها الكافي دونك تعطيها الزيت نتاعها الكافي وبتبتها باش تعمل سيباراسيون بين الكعبه والكعبه. بعد تيب تشرب تجي قد قد. تخي بيان. حطينا الزيت نتاعنا شطر كاس شويه الملح شويه فلفل اكحل. فوالا وشويه كركم شويه كركم. هذه نخلطوها مليح مليح باش يدخل فيها الزيت كلها. فهمت؟ الكسكاس نتاعنا يفور حاضر باش نصبوها في الكسكاس نتاعنا ونشدوا السلطه. السلطه ديجا قصيتها انا حاضر. هذه خلينا نطلع انا على المرقص باش نخلطوها برك. فوالا الفلفل ما تنحيش شايفه تخليه يطيب معاه من الاخر. يسيب الجو نتاعو. دونك هذه هي دونك السر ديما نتاع كل حاجه سواء كان نواصل ولا دويده ولا اي حكايه نحط زيت بزيت بزيت اي فوالا باش ما تعجنش وتجي كل كعبه وحدها. سلايطه يا شيف. اي لا السلايطه نتاعنا تو دونك حضرنا البول نتاعنا نظيفه. دونك قصينا جبن مربعات، فقوس مربعات، طماطم مربعات، البصل والمعدنوس، التفويح نتاعها، باش نحطوها هنايا. التفويح نتاعها، مجيرفة موتارد. وإذا كانت تحب تعملها تونسي تونسي، سلطة باهية فايحة. شوية نعناع وشوية ملح. شوية ملح. وعصرة قارص. شوية نعناع. هكاكا. تحبها تونسي تونسي. إيه. شوية ريس عرض. ليه عاد شيء. كيفاش توا شيء؟ آه تشوف. كأنك تاكل في بلا تونسيان صحن تونسي. دخل فيها الفاح مليح. نقصة شنو الأولاد؟ يقول لك عاد البوسطة الكادرور المصور التلفزي نتاعنا يقول لك نقصة كعب عظام. بطاطا يولي شنو؟ بطاطا مسموطة. يولي صحين صحين تونسي. صحين تونسي فوالا. أي والله ذكرتني فيه الشيف صحين تونسي ينجم يكون بلا فرنسي ف تعملوا مثل الفطور والا عشاء ينجح. بالحق هذه تنجم تكون ما تكونش سلاطه معناها هيك بلا نو شخشخه. سينو بركي عليك شيف. هكا السلاطه نتاعنا حضرت. كابه زيتون. وكان نحسبوا التوقيت قداش قعد شيف باش يحضر السلاطه ما نلقاوهاش حتى دقيقه. ولا حتى دقيقة وشوفوه كيفاش البلا لو كان تعطيوني الصورة نتاع البلا. فوالا معناها بالحق شهي على الاخر ومن با في دقيقة حضر حضرة السلايطة نتاعنا اللي هي شنو؟ شوية فقوس شوية طماطم شوية بصل معدنوس وجبن شوية نعناع شايح شوية هريسة عربي شوية بعد ولا تسمع ممكن النوار نحيوها احنا من بعد خاطر النوار هذيك ما نقدوش. لا شيخ وي القوة هذيك في النوار نعملوا حصة نتاع نوار باهي. دونك اعطيني الدبارة نتاعنا وين وصلت. الدبارة نتاعنا نستناو المرقة الزعر الصوص. اي الدويدة تفور على روحها ناخذ الصوص من هنا ونصبوا هنا ونخليها ديجا تطيب. من بعد نحلوا نتاعنا العصبان فوقها والخضرة سفناري بطاطا شوية قرع حمص واحد جي بلا برينسيبال يدوخ باهي. دونك الشيف ابراهيم عنده تو وين يعمل بيتزا؟ خلينا نسد على الشيف ابراهيم بحذايا باش من بعد نستقبلوا الطالب محمد ابو جبل باش نحكيو طالب في معهد الصحافه وعلوم الاخبار. دونك باش نحكيو شويه على الاعمال اللي قاعدين يقوموا بها والنضالات بالحق. دونك طلبه معهد الصحافه ديما متميزين الحق نتاع ربي. دونك ديما لي زكسسوار هذوما الكل الماعون البلاك نجمو اللي حاب يعدي اي كوموند ينجم يتواصل معنا بالطبيعه على الارقام الموجوده اسفل الشاشه. بالطبيعه احنا قادرين نوصل لكم حتى كش الباب الدار والتوصيل مجاني كيف كيف. الاسعار بالحق الاسعار كلها في المتناول. شايف يظهر لي نخليكم ما نعرفش انا هذا باش تحصل انت تو على العجينه. عجينه باهي خابية. فهمت؟ دونك حاطين خميره كسكسي. خميره؟ خميرة كسكسي خميرة ليفير فورية هذيا. أها. مع أربع توابع سكر. أها. خليوها هكا.
باش نحطوا الفرينه نتاعنا والزيت والماء هنايا ونصبوا عليها هذيك ونعجنوها. هذه اسهل عجينه تاع بيتزا. نجم تعمل بها بيتزا، نجم تعمل بها فريكاسي، نجم تعمل بها ميني ساندويتش. هي الحاجه باهيه في العجينه هذيك نجم تعمل بها كل شيء. كل شيء هذه بتجي ميني بيتزا الصغيره، تجي بات خفيفه وشيفونه. شيف جاب لنا معاه حتى الخبز باش نبداو واضحين. ديما الشيف قيس كي يجيب حنينة يشيخهم الاولاد الكل، جاب الخبز، السلاطة بزيد، دويدة بزيد، العصبين، قصير ما نحكيكمش. حطوا ملح. اسمع مش باش ندخل لك اليوم مريم الشرقية تعمل لك كونترول لخصائص التغذية على الكوجينة نتاعنا، ما ندخلوها ولا ما ندخلوهاش الشيف؟ ندخلوها نشوف قصتي نتاعنا. باهي تدخل بحذاكم وحدها من بعد تجي نخليكم وحدكم تقيم الدبرة نتاعك، نجم روحك شايفة؟ باهي انا نخرج منه الطرح دونك تدخل لك هي وحدها. اللي فاتته اي حلقه من حلقات برنامج نهارك زين ينجم يلقاها على الباج نتاعنا نهارك زين كما تراها مكتوبه اسفل الشاشه. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى يكشف نص نهار ونص باش نمشي نستقبل ضيفي الطالب محمد ابو جبل، نحكيو شويه من بعد نرجعوا وحده الشيف نشوفوا البيتزا نتاعنا وين وصلت. تفضل. كيف كيف نحييو البارحه جمهور النادي الافريقي اللي عمل دخله قويه شويه كانت فما في اطار البطوله بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، كانت دخله مزينه على الاخر وانتشرت في كامل جميع التواصل الاجتماعي كيف كيف في بعض القنوات العربيه على ان نصر الله قريب ان شاء الله. يا ربي ربي ينصر فلسطين. حاضر بحذايا الطالب المشاكس محمد ابو جبل، نحب نسالك قبل كل شيء كيفك؟ والله الحمد لله، كيفك انت؟ احوالك؟ الحمد لله اموري طيب، انت امورك طيبه؟ الحمد لله. احنا قديش يا محمد مستحقين الابتسامه، مستحقين الضحكه، مستحقين الدردشه هذيك شويه كي بالحق انا نحييك على محليك وقديكش قوي وقديكش بالحق. لازم تكون هيك، لازم تكون هيك، خاطر انت بتمثل الطاقه للانسان اللي امامك. لو انا بدا الحين بدي ابين لك ان انا منهار راح تنهار ومش هتقدر تقدمي اي شيء للاعلام ولا راح تقدمي للشعب. فبالتالي لما اديك القوه اللي انا عندي تو ان انا قوي وانا صامد راح انت برياحيه كبيره راح تقدم الرساله وانت مرتاحه مش وانت منهاره يعني. صحيح. فهذا شيء منيح لازم اقدمه انا، واجب على كل واحد يعني. هنيئا هنيئا بحق، هنيئا لك وهنيئا لكل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم شعب قوي برشا، شعب صامد. نحب نطمن على عائلتك في غزه لاباس؟ الحمد لله حالهم كما حال الناس الكل، اللي بيصير على اهلي صار على الناس الباقيه. تو ما بنسال اذا هم لاباس ولا مش لاباس، تو بنسال اذا هم عايشين ولا ميتين. كل الريحي لازم يصل الرساله لكل العرب، تو اهلنا في غزه ما بتسال عليهم اذا كانوا لاباس ولا مش لاباس، تسالهم اذا هم عايشين ولا مش عايشين. تشريد، تهجير، ضرب، قصف، فيش لا ماء لا كهرب، المستشفيات لا فيها كهرباء لا فيها اي طواقم طبيه، اصبحت لا فيها ادويه لا فيها تحكيم فيها حتى شيء. بالطبيعه اليوم فما مصابين يصلوا المستشفى فيهم نفس، يعني لو كانوا في دول اخرى ممكن يعالجوهم وتعيش، لكن بيصير في نفس لكن حالته مستأمنها يقول لك خلص وديه على الخيمه. معنى الخيمه في غزه مش خيمه تاعت تصييف ولا تاعت جبل، لا خيمه موتى. اليوم بكلم اخوي وانا جاي هنا اتصال دولي، اخوي ايهاب الله يحفظه هو في الشمال قاعد في شمال غزه، فبقول لي والله يا محمد انا تو مروح من جلاء للشمال ماشي، قال لي والله والله الشهداء على الشارع مرميين ما في حد يشيلهم، ما فيش مش قادرين نشيلهم. يعني امبارح تقريبا الصحفيين قالوا أسوأ ليله تمر على قطاع غزه امس هي اعنف ليله من بدايه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه. يعني هذا ان دل بدل على كميه الم كبير في الشارع الفلسطيني. بكلم اصحابي او بكلم حد من غاد في نبره الم بتطلع منهم مش معروف كيف تخصصها. انا عشت اربع حروف في قطاع غزه، للاسف الحرب هذه ما هيش طبيعيه، انا نفسي مش قادر اقيمها، يعني بالنسبه تقييم انسان عاش في الحرب مش قادر اقيم الحرب هاي بالذات لانها حرب شنيعه. المره هذه جرائم الكيان الصهيوني بالحق
حاجه معناها ولا في ولا في الخيال. مره هذه كما قلت انت ما شفناش، ما شفناش طمس للهويه، تهجير، قتل، شنيع، ما فيش اي شيء، الاحتلال، استعمال زاد اسلحه ممنوعه، هذا كله اجى بعد خيبه الاحتلال في هذه المعركة. خسر كل شيء الاحتلال، هيبته أمام العالم، جهازه العسكري اللي كان مبين أنه هو أقوى الأجهزة الأمنية في العالم، اليوم كان هو كبيت العنكبوت. يعني أنا فسرت لهم إياها، ويستعمل ويستعمل معلوماتهم التيك توك، معناها حاجة بالحق. اليوم قلت لهم إياها في المعهد، الاحتلال الصهيوني هو عبارة عن رمانة، وهذا الرمانة من جوا متعفن، فجأة بس افتح هيك توا تنهار كل، ما فيش اليوم ما هو بقدر انه مش قادر يصل لاي هدف عسكري، وانه فشل ذريع، يقصف في المدنيين وفي البيوت. تقريبا 2200 مبنى ساكنه تدمروا، فوق الاف يعني الاف، اخر تقريبا شهداء تقريبا 5080، والاعداد اعداد 15000 اصابه، تتكلم على اعداد مأوله. في 2014 كانت نسبه الشهداء زادش عن 2500 52 يوم، 2500 شهيد. اليوم احنا في اليوم ال 15 او 16 هيك، والله بطلت اعد من كثر ما هم يعني كل الايامات كلها ولايات دخلت كلها بعضها متشابهه. 5000 شهيد، ما انت متخيل اللي بيموتوا بشر، يعني لازم نصحى حالنا شوي، اللي بيموتوا بشر. بما انك طالع في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، يعني صحفي ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله، اليوم موقفك تجاه الأنظمة العربية، خليني نقول أنا مش الشعوب العربية، لأنه كل الشعوب اليوم تساند القضية الفلسطينية، كل الشعوب هبطت للشارع، كل الشعوب تندد بجرائم الكيان الصهيوني. أنا نحب نسألك هوني على موقفك تجاه الأنظمة العربية. المشكلة يعني موقف على قدر ما هو مبكي ومحزن، إلا أنه ضحكني ما أدخلوه من مساعدات اللي هو 20 شاحنة مخصصين أكناء كفن الموتى نساء وكفن موتى رجال. أما عن الغرب يقدمون صاروخ لقتل المستشفيات، وصاروخ لقتل المدنيين في بيوتهم، وصاروخ لقصف الأنفاق. كمية النذالة التي عاشها العرب في هذا الوقت سيخلدها التاريخ، سيخلدها التاريخ ليقولوا عن هذا العرب الخائن لقضية فلسطينية. للأسف أن الشعب في قطاع غزة لا يحتاجهم، لا يحتاجهم، فقط يحتاج أدوية. الآن نحن في غزة لا نحتاج منكم أي شيء، حتى الحرب ما بدناش توقفوها، أوكي؟ دخلونا بس نعالج المرضى والموتى، أما الاحتلال ما هوش قادر يصل لأي هدف. يقتل الموتى، يقتل الشهداء عفوا والناس، هي أكثر شيء ممكن يعملوا. الحجر رح نرجع نبنيه احنا، يعني الحجر رح نرجع نبنيه من 48 لحتى اليوم بقص، وبنرجع نبنيه. نرجع نبنيه ونطور. والصاروخ راح يتصنع ونرمي عليكم. يعني انت عندك عامين في تونس وعشت برشا مواقف هكايا في قطاع غزه، يعني اليوم متاكد انه الشعب الفلسطيني لن يغادر تراب قطاع غزه؟ طبيعي، انا كلمت اخوي، اهلي طلعوا من شمال قطاع غزه، منطقه الشاطئ 10 كيلومتر بيناتهم، بس عشان يطلعوا من حلقه النار. اخوي قال لي بطلعش انا لو بدي اموت، اخوي يعني وغيره جيران اللي طلعوا، بس النساء خاطر حفاظ، يعني لو ضل على الهويه. يعني انا شيء يعني عجبني واحد بقول منيح انه هاجر من الفلسطينيين من كل بيت واحد عشان يضل محافظ على النسل، عشان تعرف كميه الالم اللي بيعيش فيه شعبنا، فهمتيني؟ بس مع هيك يعني صامدون، يعني لن نكرر هجره 48 وغيره، وسنبقى في ارضنا ونعيد بناؤها وسنحررها. ويبين الخذلان العربي اللي كتب اسمه في التاريخ كتبه من بدايه 7 اكتوبر. اوجه تحيه الى قيس سعيد شخصيا انا لموقفه السياسي وقرب القرارات السياسيه من القرارات الشعبيه، ما تشوفهاش هذه في البلدان العربيه، دليل ان الشعوبات العربيه هي عليها حكام. خلينا نقفل هنا كفي. محمد، اليوم الشعب الفلسطيني ماهوش باش يخلي حتى صفحه بيضاء باش يكتب فيها الكيان الصهيوني وجرائم الكيان الصهيوني انهم استطاعوا احتلال معناها قطاع غزه وهجروا كامل الشعب الفلسطيني، لن يكتب التاريخ هذا. لا طبعا لا، ومستحيل اصلا. اقول لك شيء، الاحتلال نفسه حتى ولو كلف حياه الدخول الفلسطيني في الدخول في بريا غزة الى قطاع غزه وتهجيره اكبر بكثير من مشروع الاحتلال بكثير. الاحتلال مش متوقع، انت مش متخيله قديش هو هامل. يعني بالفلسطين نقول عنه جيش هش، يخاف، بنقول لك يخاف. دخل امبارح 10 متر في خان يونس، 10 متر برك دخل يعمل في الجرافات،
ثلاثة قتلوا من جيش الاحتلال، ثلاثة انسحب. نتنياهو بيقول لهم ما تفوتوش سياسيا، العسكر مفكر راهو في مستحيل، مستحيل تهجير، مستحيل، هذه قميها من راسك. واحنا في غزة لو بيدفعوا لنا ملايين الدولارات ويوفروا لنا أمان العالم مش هنخرج من قطاع غزة، لأنه لو خرجنا من قطاع غزة راحت القضية الفلسطينية، لأنه الناس اللي بيحملوا القضية الفلسطينية هم قطاع غزة، هم قطاع غزة. الناس في ناس كثير ضد السيسي تو في قراراته، لكن قرارات السيسي في منها كويس وفي منها لا. قرارات الكويس انه بقول لك انا مش هجيب فلسطينيه على سيناء عشان ما تروحش اللي هي القضيه الفلسطينيه، وما حق في هذا الكلام وانا بشد على ايده. اما على القرارات السيئه اللي اتخذوها هم بلدان عربيه 22 دوله اسلاميه مش قادر تدخل كميه مي على قطاع غزه، عفوا جمعيه عربيه وحراسات خلينا نقول دول عربيه ورؤساء ورؤساء ومنظمات عالميه اليوم معنى انه مش نوصلوا ندخلوا شحنة كان في اليوم خلينا نقول انه في نهار 13 يظهر لي معناها بعد ما دليل هذا على انهم تحت صباط الامريكان والاحتلال الصهيوني للاسف. انا باش نهزك توا باش نشوفوا فيديو مع بعضنا قمتوا به انتما و طلاب محمد، وجه لهم تحيه لكل الشباب. اي وتحيه خاصه ايضا لفراس جريدي، هو خلف الكاميرا كان لم يظهر معنا حتى اسمه لم يكتب. تحيه يعني صراحه عمل معنا عمل جيد في المونتاج والتصوير، وتحيه الى ليندا بالحاج اللي ساهمت في كتابه النص، وتحيه ايضا لكل شخص شارك في الفيديو سواء بالتقديم. تعبنا عليه برشا واشتغلنا عليه وازعاج ودوشه وعياط ونختار الغرفه ونختار كيفاش يخرج، تعبنا عليه ليخرج هذا الفيديو. نتمنى انه يصل للكل وتفهموش. نشوفوا الفيديو مع بعضنا من بعد نجم نكمل الحوار نتاعنا، تفضلوا. استفاق العالم على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ضد قوات الاحتلال. مشاهد دخول كتائب القسام الأراضي المحتلة برا وبحرا وجوا ستبقى راسخة في ذاكرة المجتمعات الغربية والعربية. هذه العملية لم تكن سوى ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مثل التعذيب، التشريد القسري والتهجير، الاستخدام غير القانوني للأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحرمة دوليا. في مستشفى المعمداني ترى الأسادة مرمية في الشوارع أساما بلا رؤوس، بقايا جثث بملامح مخفية ورائحة الدم تملأ المكان. عمل برافو برافو، دونك متهنيه واليوم على جيل المستقبل الصحفي المستقبل الفني وعليهم برافو، يعطيكم الف صحه. كثير قالوا انه خلص الجيل هذا جيل ضاع، خلص صار جيل راب، وهو جيل نتاع انه في تونس خلص نسي المبادئ اللي تربى عليها. لكن في وقت انك تشوف الناس كيف هابطه للشارع وكيف الشباب قايدة حالة بدون أي منظمات أو من دون أي رؤساء، كيف بنادي باسم فلسطين وفي حاجة أخرى غزة. حاجة أخرى نحب نذكر بها أنه أبناء معهد الصحافة وعلوم الإخبار هبطوا على ساقيها من معهد الصحافة اللي هو في منوبة حتى الشارع في بورقيبة. يعني حاجة الكمبوس كل منوبة، مش كان بركة اللي هو منوبة يعني حتى فك الأداب وفك الاقتصاد كله مشى مسيرة. أي تعرفي ما بكيتش على اي شهيد في قطاع غزه ولا حسيت انه انا بدي ازعل مثلا الى زعل القلب هذا اللي نزعل فيه، لكن لما شفت هذه المسيره بكيت كيفاش. يعني حكوا عن الشعب عن الشباب الضايع، للاسف ما هوش ضايع، احنا العالم الغربي هو اللي ضايع. ما زال الخير في شباب تونس وفي بناتهم، وما زال صراحه كثير يعني بيعجبوني سواء في حراره انهم يقدموا شيء لفلسطين. انا شاهدت في معهد الصحافه والاخبار كيف كل واحد بيحاول ينتج اي شيء، مثلا انا كفلسطيني بيبعثوا لي ايش ناقصك شو بدك شو نبعث لك. انا صراحه ما ناخذ شيء، لكن قديش نفرح لما واحد يقول لي نعطيك اللي بدك اياه بس تكون انت مرتاح. هذا بدل انه صراحة يعني مش قادر أعبر لك أكثر من هيك، لأنهم ما شاء الله عليهم يعني والله ما شاء الله مرتاح يعني في تونس كثير كثير. حتى كل أنا من أول ما جيت تونس قلت لهم أنا مرتاح هون. يعني نخلي كلمة ختام محمد اللي هو عبارة كيفاش يقولوا ابني محمد اليوم. محمد كي اتصلت به باش يكون حاضر معايا قال لي أنت دفعة كام في معهد الصحافة وعلوم الأخبار؟ أنا قلت له خريجة 2011. قال لي يعني أنا ابنك.
يعني بالطبيعة الواحد لازم يكون علاقاته في الناس منيحة وفي الناس الطيبة، كيف الكادر وكيف الجميع. لأنه طبيعة لازم الإنسان يكون منيح، لأنه ما بتمشي في هذه الحياة إلا تكون إنسان منيح، إنسان محترم. إذا احترمت الناس وحبيتهم راح يحبوك. نحب نوجه رسالة لإنسان هو فلسطيني أردني مقيم في الأردن، هو أصله من فلسطين لكن ولد في الأردن، عامر المهموم. شعرت أنه أكثر من أنه عاش في قطاع غزة، هو لم يعش في قطاع غزة، ولكن خروجه في المسيرات، تنديده في الأخبار، ولدرجة أنه قال لن نركع بكلمات أنه قد عاش في غزة. وجه له تحية كبيرة لهذا الشاب الخلوق مهام عامر المهوم. نوجه تحية كبيرة. كيف نحب نحيي صديقي وزميلي الصحفي الفلسطيني محمد عواد اللي بعث لي عديد الفيديوهات، باش نخليكم بالطبيعة مع التقرير هذا بعض الصور وبعض الفيديوهات في قطاع غزة، وبعد نرجع نكمل الحصة نتاعنا. تفضل. نظرة بعيد لحفظها في بالي، بعدك بهد يا صاحبي الغالي. نظرة بعد لحفظها في بالي، بعدك بهد يا صاحبي الغالي. دمي عليك دمي عليك عليك، راح السند وظل النذل فيها. الدنيا عتمي وكنت فيها طيب، لو مت راح تبقى في قلبي حي. ويا نار شوقي كيف اطفيها، من قالوا الحق شاه ملاكي الموت. حسيت اني يلي فيه الموت، يا ريت تاب. اهلا شيف. مرحبا مريومه. شنو حويلك؟ بارك زين. عني جيتك هنا مش سمعي. اي مرحبا. قالت لي مستعد وعندك ثقه في الرصيد. بس ريحة تبارك الله، رستنا اليوم فيها برشا خضرة، فيها البيض، فيها السلق، فيها المعدنوس، فيها الكبدة، قلب الحم، فيها كل شيء. شو صنعت الساعة؟ هذه دويدة مفورة زعرة بالعصبين. بالعصبين، العصبين من غير الدوارة. من غير الدوارة. من غير الدوارة. فينا في الألمنيوم في البابي السيلوفان. وطيب الفابو. طيب من بعد نقصه في اثنين نفرغوه. حتى معناتها الدهون معناتها اقل برشا كيبدا من غير دوار. اي نتاع الكرشه بون، وبرشا خضر، وطيب معناتها طبخ بالفابور، طريقه صحيه. يعشيك صحة. دونك ما فماش حاجه مقليه، ما فماش مقليه، ديما راجون فروات، كله برد، كل شيء على البيت. كل شيء على البيت. اي نشوف هنا وقت نشوف الالوان معناتها هو هذيك سيت ان انديس احنا نقولوا في التغذيه. وقت اللي تشوف الصحن ملون فيه اللون الاخضر وفيه لون لورانجي كيف ما في السفنيريا واذا كل هذيك دليل على انه الطبق نتاعك صحي. وطريقه الطبخ بالبخار انا ديما في كل حلقه نعاود نحكي عليها، هي من قيمتها اكثر تبقى فيها. قيمتها تبقى فيها بالضبط. والجو اللي يقعد ملوطة في المقفول، شوف شنو تعمل بيه. هذيك نسقيو بيه الصوص نتاع هذيك الصوص. دونك حشي مادي يعني فيتامين اللي هبطوا لك اللوطه والاملاح باش تعاود ترجعهم للبات. خارق العاده فريمون امبيكابل. وسلطه شنو فيها؟ السلطه نتاعنا فيها فقوس، طماطم، جبن، بصل، معدنوس، مطرد. هذيك هي سلطه، شويه نعناع شايح وملح. داكوغ. شويه زيت. داكوغ. كي سلطه تونسيه اما ريفيزيتي شويه. ريفيزيتي. يعطيك الصحه. انا شخصيا موافقه 100% على الاختيار نتاعك. وريحه بنينه قعدت كان باش نذوق. مرحبا مرحبا. يعطيك الصحه. وفما زيده في المنيو بيتزا اليوم. بيتزا عندنا بيتزا بان. بيتزا بان هذه اللي تيب في الكوشه وتجي عاليه شويه، مش كيما البيتزا اللي نشريوها ولا اللي تعدى في الفور حجر هذاك. دونك فور يبدا بالريزيستونس وبالمروحه، نخدموا له بيتزا بان. البات
جارية شوية شيفونة باش تطلع شيفونة ونعملوا فيها شوية خضر شوية واحد شوية جبن. نوعية البات هي اللي معناتها تتبدل باش تجي ايغي شوية معناتها مش معناتها أكثر ولا الكمية تعملها جارية أكثر. شوية تبدا خفيفة لايت باش الخميرة تحكم فيها وتعمل خميرة فورية في ساعة تطلع دونك نحلوها نخليها ترتاح شوية من بعد نحلوها في البلاتو نتاعنا ونزيدو نخليوها ترتاح داكوغ نعطيوها صوص طومات وشوية الخضرة شوية الفروماج وندخلوها الكوشة. في بالك شيف اللي البيتزا ماهيش معناتها هي تسمى طبق صحي راه ماهوش معناتها حاجة خاصة إذا كان يبدا فيه الخضر دونك نبعدوا على المواد الدسمة بزيد إذا كان معناتها نحكيو شوية مع العبيد تحب تاكل بيتزا وتحب تعمل ريجيم في نفس الوقت. عنا البات هو يتحكم في المرسوم نتاعو قداش يحب يكون ذكي شويه في اختيار الجبن. انت شنو اخترت جبن؟ موتزاريلا عربي موتزاريلا ولا سان فروماج بلون موتزاريلا بوراتا السيسيليان هذوما سي دي فروماج بلون ماهمش معناتها الكالوريت نتاعهم ماهمش ياسر. اذا كان نحبوا نحطوا جروير ولا هوني نطلعوا شويه نطلعوا شوية دونك هوني يقعد صحيت بذخ وكالوريات عالية دونك نستحفظوا على فلوسنا ونستحفظوا على بدلنا ونعملوا موتزاريلا. وانت اخترت باش تحط فيجيتاريان يا زهير فيجيتاريان فوالا فيجيتاريان شوية جبن شوية واحد دونك عندنا خاطر في باش تجي ملونة وصحية وعندنا الفيتامينات اللازمة. هذوما حاجات معناتها نتاع بروفيسيونيل معناها مش اي واحد ينجم يعملهم. نجموا زعما في الدار نعملوا هكا بيان سور اذا كان شنو هي تبع ديما الكوانات الكوان اللي تطلع تدورها وتحلها بالفات حتى البات نشوف فيها فريمون جويده البات. انت قلت لي باش تخليها تخمر تطلع شويه ترتاح باش تجي البات تريه وباهيه فهمت وتجي عاليه شويه فهمت. وتو باش نحطوا صوص طوماط ونخليوها تخمر تخليها ترتاح شويه اي واضح ترتاح شويه دونك تجي طياره ياسر. بعد باش نحطوا صوص طوماط نحطها تيب نحطوا الفلفل والطماطم والبصل الخضره نتاعها وندخلوها التيب مع شويه هذاك استراغون وتدخل التيب دو بلاش باش ما يتحرقش الجبن مش كيما الفور الاخر تدخل دقيقتين وتخرج طابت هذا باش تطول شوي بعد خاطر اقل النار نتاع هذايا 200-220 الاخر النار نتاعو 350 دخله وخرجه دونك نرتحوها ومن بعد نخرجوا نحطوا الجبن نتاعنا باش يجي فوندون تولي بيتزا نتاعنا. جينا معناتها كاينه شريناها من الشارع هاك الفوندون شريناها من الشارع ولا ونقصوا شويه من شارين الحاجات من الشارع والحاجات وكل هذا هو اللي نحب حاطين. تنجم تشري باكوات نتاع بيتزا خليهم في الدار ايه؟ تعمل هذه تحط الاولاد كل وعديتهم يروحوا يلقاو باكو نتاع البيتزا حاضر كاينهم جبناه لهم فكره باهيه فكره باهيه. هذه صوص طماط زاد طرحينة طماطم زيت شوية استراغون شوية ثوم واحد ملح وعلى البارد كل شيء ماهوش مقلي لا ما نقليش أنا عمري ما نقلي ماكلة دونك تقعد تيب لين تنشح شوية باش تشد في ال نفس البنة هكا ولا لا فما شعبين نقول له ما تقليوش راهو مش به المقلي عندهم فكرة هذوكم اللي كيتقلي تنحي قرصية طماطم والريحه اللي تتشم شايف مش بالهم معناتها كي ما شموش الريحه هذيك ريحه طماطم محروقه فوالا ريحه طماطم محروقه كنت كان تونس راهو يقليهم حتى دوله في العالم ما تقلي حتى فرق في البنا بالحق راهو نفس الحاجه عادي جدا دونك توا انا باش نخليكم انا موافقه 100% على المنيو نتاع اليوم المنيو صحيح وباش نواصل افكاري مع سمي من بعد نزوقوكم وتشوفوا أغنية قديمة برشا لكنها صالحة لكل مكان ولكل زمان واليوم نعاودوها نفس الكلمات وين العرب وين الشعوب العربية وين رؤساء الدول العربية وين القرارات الحاسمة هذا كله مازال ماهوش موجود. نصوروا حلقتنا في أول الأسبوع وتبث اليوم السبت. سعيدة برشا باستقبال الشاعر التونسي محمد هادي عون مرحبا بك وإن شاء الله نهارك زين. تحياتي شكرا للاستضافة شكرا لقناة حنا باع الاستضافة مرحبا. سي محمد اليوم
الشاعر وقت اللي يسمع كل كلمات الأغنية هذه، وين العرب؟ وين الشعوب العربية؟ وينهم؟ نعم. ما زالت صالحة الكلمات هذه لليوم؟ نعم. لم كأنه لم يتغير شيء معناه. هي من 75 سنة ونحن نغني ونحن نندد ونحن نخرج إلى الشوارع ولم يتغير شيء. للأسف أغاني مثل هذه فقدت معناها وفقدت ماذا ستنفع القضية الفلسطينية الآن بعد 75 سنة؟ ماذا نفعل؟ إذا نفعت راه نفعت منذ سنين، ولكن اليوم الأغاني وما الأشعار لن تنفع إلا إذا كان شعبا سيقوم بترجمتها إلى فعل، يقوم بترجمتها إلى نصرة الشعب الفلسطيني بالفعل وبالسعد. اليوم نحييك شاعرنا الأستاذ محمد هادي، اليوم كتبت زوز قصائد على فلسطين وعلى خذلان الأمة العربية لهذا الشعب الحبيب. خلينا نقول لو كنت تعطينا مقطع صغير. أسميتها صمت العرب يقصف بيتنا. أمي صمت العرب يقصف بيتنا الصغير. هل سأعدم بأيديهم الآن أم بعد حين؟ قولي لهم أنا مجتهد، حفظت القرآن الكريم. أخبريهم أنني أنجزت واجبي المدرسي وأحب مدرستي وأشتاق لكل المدرسين. أمي لماذا سافر معلمي؟ لماذا سافر معلمي؟ لما بكت مدرستي وبكى كل المعلمين؟ هل سأسافر مثله لعليين؟ أجيبيني أمي، لما لا تجيبين؟ لما لم أكن يوما من المشاغبين؟ أنا طفل رمت الحياة، رسمت بيتا وشجرة زيتون، رسمت برتقالة، رسمت قبة الصخرة، رسمت فلسطين. أمي ألا تجيبين؟ لما لا أراك الآن؟ لما يلفنا الظلام؟ لما تحضنينني كالجنين؟ أمي أشعر أنك ترتجفين. لا تقلقي، سأنادي أبي ليغطيك إنك تبردين. ألم تقولي لي أن أبي بطل خارق وأنني إذا ناديته سيأتين؟ ألم تخبريني أنه الرجل الخفي وهو بيننا يحمينا منذ سنين؟ لا تخافي أمي، سيأتي أبي ليغطينا ويحملنا لنعرج إلى السماء مع الباقين. أنا أعلم أن أبي يحبني، أنا أعلم أن أبي يحبني، ولكنه كان مخطئا حين قال لي ارفع رأسك إنك عربي إنك عظيم. أبي أنا وأنت فلسطين، أمي فلسطين ومعلمي فلسطين، ولا أعترف بأن العرب عظماء بل هم من المنبطحين. لا يهمني صراخهم اليوم، لا يهمني رفع علمي وبكاء المنددين. أنا الطفل الفلسطيني أعدم منذ عشرات السنين، والعرب في الشوارع منددين، في القنوات باكين، لضعفهم ومهانتهم حافظين. أنا المقاوم الفلسطيني، أرضي مباركة وإيماني بالله قوي، وأنا في جهاد مقدس إلى يوم الدين. يا أمة العربي، أدعو لكم أن تصبحوا مثلنا وتحظوا بإيمان بالله متين، ولكن لا أرجو لكم قتل أطفالكم واغتصاب نساءكم وحرقة الأم وغصة الأبن ينظر لأسرته في أكياس القتلى والمحروقين. لا أتمنى لكم أن تكونوا حينها مغدورين من بني جلدتكم ممن يحلفون بالله وهم من الكذابين. أمي أظن أن القصف انتهى،
فأنا لا أسمع انفجارا، لا أسمع سيارات الإسعاف، لا أسمع صراخا صراخ الجرحى والمبتورين. أشعر الآن بهدوء وراحة بريح المسك والياسمين. أرى ضوءا أمي، أراك أنت تبتسمين، أرى أبي إنه لم يعد خفيا، إنني أراه رؤيا العين. تعال صغيري، تعال حبيبي، انتهى دورنا وبدأ دور الآخرين. تعال فوالله لن نشقى الآن، فنحن كنا ممن قال فيهم الله أنتم من المرابطين. سيجزيكم الله حسن الختام وجنات النعيم، والخزي والعار للمطبعين، ولكل الذين هم من المرائين. سلام علي أنا الشهيد، سلام علي أنا الطفل الشهيد، سلام علي حتى يوم الدين، لأرى كل الملوك وكل ملوك الأرض والرؤساء والسلاطين يسألون لماذا لم تنصروا فلسطين، لماذا لم تنصروا أولى القبلتين. برافو برافو، بالحق برافو، كلمة ياسر مؤثرة. شكرا لحضورك معنا شاعر محمد هادي عون. بالحق كلمات ليست كالكلمات، وخاصة عندما يكتب القلم من الغضب تنفجر أحيانا كلمات لن تكون كالكلمات. برافو، يعطيك الصحة. خلي كلمة الختام، مرحبا بك. الأمر جلل والأطفال تموت، ويجب علينا أن نقوم بضرب هذا الكيان الصهيوني في الصميم، لنقوم ونقول كلمتنا ونتوحد كشعوب عربية. وشكرا لكم. شكرا لك، سعيدة باستضافتك الشاعر التونسي محمد هادي عون، مرحبا بك، نورتنا وإن شاء الله تجينا في لقاءات أخرى. احنا ما زلنا مواصلين معكم شوية آخر، باش تكون حاضرة بحضرنا أخصائية التغذية مريم الشرقي، بعد ما عملت تبيعة كنترول على الكوجينة وعلى شيف قيس وإبراهيم دبارة، يظهر لي كانت صحية لاباسة، فيها شوية هكا خروج، أما سابا صحية نورمالمون بالريق دبارة نتاعنا. شوي اخي من هالك زين، باش نجيب حدانا مريوما نحكي وشوي تفضل. نحنا الثورة والغضب، نحنا امل الاجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الاطفال. مازلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زين، وتوا باش نستقبل ضيفي الاخصائية في التغذية مريم الشرقي. شنو احوالك؟ اهلا وسهلا. صافا؟ الحمد لله، عايشة معايا. مريومة، الموضوع اليوم كان من اختيارك بالطبيعة. اليوم السؤال اللي يجينا احنا توا انساه، وقت اللي نحطوا مثال نبداو بالحاجة بالحاجة، مدة الصلاحية هي أكثر حاجة تقلقنا. أي سيختو مثال في الحم وإلا في الدجاج وإلا في الحوت، ساعات مثال هوني المرأة تاخذ دجاج تنسى حتى وقتاش أخذته، يمكن حتى مثال جميعة جميعتين. أنا واحدة من الناس الدجاج كان قاعد أكثر من جمعة، طيب شو الحق؟ كذبش عليك. مشكل الحم مثل ما يقول ديما الحم العيد يقعد برشا دونك ما يصيرش، اما الدجاج ما نعرفش علاش الدجاج نحسه فات نهارين ثلاثه طايش عليا ما نحبش. هوني صحيا معناها اسكو انا هذايا القرار صحيح ولا غلط؟ وهذا سؤالك وسؤال برشا من العبيد. احنا ما ديما اختيار المواضيع من اسئله العبيد. كيفاش نعملوا القضيه نتاعنا باش نحافظوا عليها؟ حطيت فلوسك في الدجاج مش باش تخليه ما طيبوش تمشي تلوحو، دونك كيفاش نتصرفوا؟ كيفاش نخبيو في الفريجيدير الماكله نتاعنا؟ نبداو بالحاجات اللي كي تفسد تخوف اكثر، كيف ما الدجاج والحم والحوت. كيفاش نخبيهم؟ قداش نجمو نخليهم في الفريجيدير؟ راهو ساعة أول حاجة وقت اللي تشري أنت الحاجة لازمك تعرف منين تشري. تشري من عند عبد نظيف متكون، فخاطر راهم يكونوهم، راهو الدجاج وكل معناتها والزازر عندهم تكوين معين، يعرفوا كيفاش يحافظوا على السلعه نتاعهم من الكوتي نتاع ليجين الوقايه، بالشكل الحم ولا الدجاج ولا الحوت تشري انت يكون بيان مانيبولي. كي نشريوه قداش نجمو نحطوه في الفريجيدير؟ بالنسبه للحوت، الحوت يقعد في الفريجيدير يوم واحد اكاهو. كي تشريه اليوم اول حاجه تعملها ساعه تفرغه،
يلزم ديما حتى كما قشرتوش تفرغوا المسارن والحاجات هذوك نتاع الحوت اللي من الداخل، هما اللي فيهم السموم، هما اللي اذا يخمجوا ويعديوا الامراض للحمه نتاع الحوته. دونك يلزم الحوته تفرغ وتتحط يوم واحد فقط في الفريجيدير. اذا كان انت من غدوه ما استهلكتيش تولي تكنجلها. والكونجيلاسيون ميزون راهي فيها شروط بالنسبه للحوت، ساعه ما تقعدش برشا، ورانا نكنجلوا الحاجه اللي تبدا ظريفه وجويده، ما نكنجلوش الحاجه اللي الفوليوم نتاعها كبير، باش لا تمبيراتور السخانه او فون او كور سامحني، معناتها في قلب الحوته ولا في قلب الحاجه، في ساعة ما تخلط لدرجه الحراره المنخفضه اللي تجمدك الاليمون هذاك وتخليه كيما نقولوا احنا ستابل، ما عادش يفسد لنا. دونك تحطها من بعد انت في الكونجيلاتور، وقتها تنجم تصبرها لمده. انا بالنسبه للحوت خاصه نحب نقول اسابيع معدوده سميه، ما اكثرش، على خاطر هوني لاكاليتي الجو يفسد، ما عادش نلقاو نكهه الحوته اللي انت شريتها. بالنسبه للحوت، بالنسبه للحم والدجاج ممكن اكثر شويه، مي ديما نقعدوا. شوف مثلا انت شريت الدجاجه، الدجاج كيفاش مش تحطها في الكونجيلاتور؟ ما تجيش تحطها كامله، يلزم تقصها مرسوات وتطرحها في طبق، تحطها يتلم، معناتها يتكنجلوا معناتها الطروف هذوما الصغار، خاطر قد ما يبدا المرسو اصغر قد ما التمبيراتور تهبط توصل له، خاطر تحط انت معناتها فوالا بول هكا كبيره في وسط الكونجيلاتور، من برا تجمد ومن داخل ما تنجمش التمبيراتور البارده تدخل، فهمت؟ لازم نتاكدوا اللي طرف الحمى هذاك برد ولا يبس. اون فوا وليت لك حجره، وقتها لمهم وحطهم في ساشي وخليهم في الكونجيلاتور واجبدهم وقت انت مش تستهلكهم. فهمت؟ دونك وقتها تنجم تطول في فتره معناتها فتره التخزين نتاعهم عندك في الدار. مي اذا كان نحكيوش على الكونجيلاتور، نحكيو على الفريجيدير، في الحم ما يفوتش نهارين ثلاثه، راهو كي نقولوا نهارين ثلاثه شنو الفرق بين نهارين وثلاثه ايام؟ اللي الكاليتي انيسيال ملي شريته قد ما يكون باهي قد ما يكون يشدك اكثر في الفريجيدير، وفي الفريجيدير يكون درجه الحراره نتاعو ما تتجاوزش 3 4 درجات، وما يكونش معبي برشا، وما يكونش فيه برشا حالين التسكير. باهي تخي بيان. هذا بالنسبه للحاجات اللي ناخذوها نيه الحمراء والحوت. باهي نمشي هوني باتش كوكينغ. اليوم نعرفوا كل اغلب لي مامور كل يوم بحكم الخدمه نتاعهم صباح وليل، دونك نسى الكل ولات معناها ثقافه الباتش كوكينغ هذه ولات عند نسى الكل، يطيبوا معناها في الويكاند، يطيبوا مثال برشا وجبات هكا ويخبيوهم. دونك هوني زاد نحكيو صحيه، معناها صحيه تحافظ على القيمه الغذائيه نتاعها والا اي تحافظ. نرجع لنفس الملاحظه، مثلا الفريجيدير لازم ما فيش برشا حالين وتسكير، معناتها نراقبوا درجه الحراره نتاع الفريجيدير نتاعنا وما نرصوهش. نقولوا مثلا المراه دي ولا لمامون طيبت نهار لحد الماكله نتاع الجمعه كامله، معناتها نقولوا نتاع ست ايام، اثنين ثلاث اربع، حتى كشير نهار السبت، اللي باش تاكلوهم العائله هذيك نهار اثنين وثلاث والاربع تنجم تحتفظ بهم في الفريجيدير. من نهار الاربع واحنا ماشيين تكنجلهم وتخرجهم وقت اللي يخلط طريقهم، تحطهم وقتها تهبطهم للفريجيدير وتصير لهم لا ديكونجيلاسيون نتاعهم. اما باش تطيب حاجه نهار الاحد وما تاكلها كاش نهار الجمعه، راهو فما ريسك كبير باش تفسد لها. دونك تكون تعبت بور ريان. دونك اون بارتي تتحط في الفريجيدير اللي مش تتاكل هي الاولى، خاطر الماكله طايبه اذا كان مهما يكون شنو فيها، خاصه اذا كان فيها الطماطم واذا كان فيها الخضره واذا كان فيها لي بتيت بات ولا حاجه، تقعد ثلاثة ايام في الفريجيدير بالشروط اللي قلنا عليهم بكري، حالين التسكير ماهوش معبي ياسر ودرجه الحراره نتاعو ما تتجاوزش 4 درجات، نحطوهم هكاكا. واللي باش معناتها يستهلكوهم العائله هذي في اخر اسبوع من نهار ديزون الاربعاء احنا خميس بلوتو احنا ماشيين، هذوك باش يتحطوا في الكونجيلاتور الفوق ويتجبتوا وقت اللي يخلط طريقهم يهبطوا للفريجيدير اللوطا. فما بعض من لي مامون خليني نقول انا تنجم حتى مثل السلايطه اللي احنا نقولوا سلايطه ما تشدش برش وقت، هي تحب تقول لك انا زاد حتى سلايطه معناها كنجلها عادي ونجبدها. صحيح. شوف راهو يلزم الانسان يتاقلم،
مش على خاطر السلطه ما عادش تفقد قيمتها نوليو ما نعملوا كان سلطه اول اسبوع ومعناتها ما نتناولوش خضار في اخر اسبوع. شنو لي زاستوس لهنا؟ نجمو ما هو سي ان سيستيم اللي يستعملوه العائلات هذيا في الكوجينه يطيبون على حد ندخلوا في نفس السيستيم هذايا نشريو الماكينه صغيره نتاع السوفيت ونقصوا السلطه نتاعنا ونحطوها في لي ساشي ونعملوا سوفيت هكاك نحافظوا على الكاليتي نتاع هو شنو اللي يصير لهم نخافوا على الخضار لا تتاكسدون والفيتامين سي نتاعها كل معناتها لي فيتامين اي سون تري انستابل نخسروا منهم برشا في معناتها مع مرور الوقت ومع زياده لي مانيبيولاسيون في وقت نقطفوهم وقت نشريوهم وقت نبدلو لهم البلاصه نغسلوهم وقت نقصوهم وقت اللي نطيبوهم بلو نعملوا دي زوبيراسيون بلو نخسروا دي فيتامين دونك واحده من الطرق ان اون لي مانيبيول يكونوا هما فريشك في ساعه في ساعه اون لي مانيبيول نعملوا لهم سوفيت ونرجعوهم للفريجيدير وقت يجي وقت معناتها استهلاكهم نقصوا كساشي ونستهلكوهم يا اما في سوب يا اما في سلطه سون بروبليم. وحاجه مهمه راهو احنا نخافوا ما نعملوش سلطه على بكري على خاطر فيتامينات باش ينقصوا ولكن الخضار ما فيهمش كان فيتامينات سمي منافع الخضار تتجاوز اكثر فيتامينات اللي هما الحاجات كيما الالياف كيف ما لي بوليفينول مضادات الاكسده اكسيتيرا هذوما اللي منافعهم كبيره 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 برشا وعامل الوقت ما ياثرش فيهم. شكرا لك مريم الشرقي اخصائيه في التغذيه على كل المعلومات هذه يعطيك الصحه. شكرا لك. انا شخصيا قداش نستفيد منك وش قالك في العصبان نتاعنا؟ من ناحية صحية سي حكيت مع الشيف وأنا موافقة على طريقة الطبخ وعلى الألوان المستعملة والموجودة في الخضر وكل شيء أما مش نحكي لك على البنة قديش بنين ما تحكيليش على البنة خاطر أنا ذقته أنا قبيلة الشيف قيس هو خرج يعمل في بوز صغيرة وإحنا بهم ما تعرف نقص في التصوير شوية دونك إيش قلت لي أنت قلت لي بيتي نحي كملت الصحن إي كليت وما خليتنيش خليش الجميع وهكا حضرت البيتزا توا هاني قاعدة نشوف فيها ديجا ما شاء الله بيتزا فيجيتارين زاد لونها ياسر وحلي إي ميرسي بوكو مريم يعطيك الصحة. إحنا باش نمشيو بالطبيعة في سيرة على الحي مع الدكتورة ناجي ومن بعد أكيد نعملوا طلة والختام نتاعنا باش يكون مع الشيف قيس والشيف إبراهيم مرحبا. تبعا للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكره بيخلص. نستناو في النهار اللي باش ترجع فيه الضحكه اللي باش نهزوا فيه راية النصر في فلسطين ان شاء الله ان شاء الله عن قريب على قريب على قريب على قريب ان شاء الله. انا سعيده باستقبال وختامها مسكه كالعاده الدكتوره ناجي هلال في يصير على الحي اليوم يظهر لي في يصير على الشعوب العربية دكتورة. أي صحيح سمية وعندك الحق وكما قال جوليا بطرس بكرة بيخلص هالكابوس لكن أنا لاحظت بما أنه احنا نصوروا اليوم إن شاء الله نبثوا الفقرة متاعنا يوم السبت حبيت نقول اللي راهو حاليا مازال الكابوس مش باش يخلص على خاطر ليلة 22 أكتوبر يعني كانت كيفاش نقول لك يعني أعنف ليلة بغزة لأنه سقط عشرات أو نقول نحن الشهداء والجرحى بقصف جيش الاحتلال الغير مسبوق منذ بداية الطوفان أنا سميته الطوفان الأقصى فكان هناك 500 أقل حاجة 500 شهيد فمازال بالنسبة لي نحن المجتمع أو الدول العربية مازال ما خلصش الكابوس اليوم سمية في يسير على الحي باقي مواصلين وقوفنا مع الشعب الفلسطيني كيفاش قلوها قلبا وقالبا فحبيت نتكلم نجذب انتباه السادة المشاهدين في حاجة ينتجم تكون بأني خبيرة في الاتصال كذلك بامي لي تيتر نتاعي حبيت اليوم نتكلم على قدام معناتها امام عجز الانظمه العربيه معناتها شنو افاق الدعم الشعبي اللي نحن قاعدين نشوفوا فيه. تقول لي دكتور شنو الدعم الشعبي هذا نهار سبت صباح
في برنامج هذه الجميلة. نقول لك الدعم الشعبي اللي قاعدين نشوفوا فيه هي المظاهرات المليونية المسيرات. فحبيت نسأل سؤال عادي كمواطنة تونسية، ما فائدة معناتها كل هذه الاحتجاجات يا سمية وسادة المشاهدين اليوم؟ من الحاجات اللي معناتها لازم نتسائلوا عليها نحن كمجتمع تونسي ولا مجتمع عربي، هل هبة هذه أنا سميتها هبة، هل هبة الشعبية هذه اللي موجودة معناتها من مظاهرات في أغلب الدول معناتها العربية، الناس اللي هبطت للشارع سواء في تونس سواء في الجزائر سواء في المغرب سواء في الأردن في العراق، باش معناتها في زيادة فما بعض من معناتها ستودنتس اللي نزلوا في مصر، هذوما الكل معناتها صحيح نعرفوا اللي هما قاعدين معناتها يحاولوا ان هما يقفوا في مسار معناتها القضيه الفلسطينيه، لكن معناتها هذه حاجه مش غريبه علينا كمجتمع عربي، ماهيش حاجه جديده علينا، بالعكس نحن معروف من الاف السنين معناتها مع هذه معناتها القضيه الفلسطينيه، وهي قضية العالم العربي الكل. لكن عاود نسأل سؤالي، ما الفائدة من الاحتجاج يا سمية؟ وشنية هالأفاق نتاع الاحتجاجات هذه اللي كل مرة نهبطوا المظاهرات والكل، وكيفاش نجموا أو صحيح كيفاش نجموا نحولوا معناتها هالدعم الشعبي هذايا إلى دعم سميته أنا بالدعم الحقيقي؟ تقول لي انت شنو معناتها دكتور؟ نقول لك نحبوا نحن نردوا معناتها ماهيش مجرد اي ما نحبوهاش تكون مجرد في عام 2023 ما نحبوهاش تكون معناتها مجرد عمليه باش نحكي عليها عمليه تنفيس. تقول لي انت ايش معناتها تنفيس؟ نقول لك لانه في بعض الدول العربيه يا سميه فما عباد تهبط تحتج وتعمل مظاهرات باش تنفس باش ترفها باش معناتها تخرج الكبت نتاعها الكل، والناس هذيا تهبط وتعيط في الشوارع وتحتج وتتنفس. سند خاطر بالرسمي باش نفسر لك ابسوليومون فوالا، وتتنفس معناتها وتخرج الكبت اللي عندها سواء كان معناتها هي قاعدة تساند في القضية الفلسطينية أو في بعض الدول هي قاعدة جوست راهي قاعدة تخرج في كبت فيما يخص قضايا داخلية تخص الدولة نتاعها. اليوم في الوضع الحالي سمية الحمد لله يا ربي احنا كشعب تونسي مانيش بارمي كاتيجوري هذيا، احنا بارمي صنفتهم انا بارمي لي كاتيجوري من الدول اللي كيفنا نحن كيما الجمهورية التونسية وكيما الجزائر الشقيقة والحبيبة اللي هما الأنظمة نتاعنا سمية عندها مواقف مبدئية وواضحة من القضية الفلسطينية. هذاك علاش لوجور اللي نحن هبطنا وعملنا هذه المسيرات كان عندنا موقف ومبدأ واضح من الأول ابتداء من رأس الهرم سيادة رئيس الجمهورية وموقفه الواضح من القضية الفلسطينية فنحن تبعناها. وفما كاتيجوري أخرى يا سمية مسيج خليني نوقف نقول لك علاش نحكي باللهجه التونسيه هنا راه نوقف نفيق فلا، فئه اخرى اللي هي اللي قلنا عليها اللي تهبط جوست قاعده تنفس قاعده تعمل في الاحتجاجات وماهيش فاهمه لا تاريخيا ولا يعني سياسيا ولا اقتصاديا موضوع القضيه الفلسطينيه، وبالتالي الخروج للشارع يا سمية حاليا معناتها ماهوش فقط احتجاج معناتها على الانظمه على القضيه الفلسطينيه، لكن الكاتيجوري اللي قلنا عليه هي تنجم تكون احتجاج على الانظمه نتاعها. فهمت؟ نجم يكون في فرنسا باغ اكزومبل، علاش احتجاج على الانظمه نتاعها؟ على خاطر فماش عدم وضوح. يعني نحن الحمد لله يا ربي كان الموقف كما قلت لك واضح وجريء جدا. حتى هما صحيح. موقف الدول الغربيه واضح وجريء، يقول لي كشفت جميع الاوراق وسقط القناع، معناها هما ديجا اغلب الدول الغربيه مسانده اليوم للكيان الصهيوني. صحيح، هذيك علاش انا حبيت نزيد ننصح مثالش كما قلت لك خبيره في التواصل، اي حبيت ننصح الدوله نتاعنا على خاطر راهو باش نساندوا
القضية الفلسطينية لازم استراتيجية كاملة، مش فقط نهبط ونعملوا احتجاجات ثم نرجع ونقول معناتها كلام فقط من القلب، لكن نحب ننصحهم نقول لهم راهو لازم تخطيط كامل، لازم اون استراتيجي باش نجموا نحن نساندوا هذه القضية الفلسطينية ومعناتها نقفوا معاهم. علاش؟ على خاطر التعبير نتاعنا سمية مش لازم يقف في الشارع فقط، التعبير نتاعنا لازم يوصل إلى جهة معينة. قل لي شنو هي الجهة هذه السادة المشاهدين؟ الجهة هذه هي الرأي العام العالمي، على خاطر راهو فما عباد في أمريكا وفي كندا وفي إسبانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي أي دول الغربية اللي أنت تكلمت عليها تزييف الحقائق، ما عندهمش فكرة إيش قاعد يصير. هذيك علاش احنا مجرد وجودنا يمكن اكبر جريمه ارتكبها الكيان الصهيوني انه قاعد يغير في الحقائق ويزيف الحقائق. صحيح، هذا هو اللي حبيت نوصل له اليوم من خلال فقرتنا يسير على الحي، انه نحن كشعب عربي لانه عندنا كان الاعلام ولي ريزو سوسيو مواقع التواصل اللي انت قاعده تشوف كيفاش يسون ان تران دو لي مانيبولي طريقة غريبة جدا، انه باش ما نوصلوش الحقيقة، حقيقة القضية الفلسطينية للدول الغربية او للرأي نسميته انا الرأي العام العالمي. هذيك علاش زاد من ضمن الحاجات اللي لاحظتها في لي ريزو سوسيو سمية، انه راهو حبيت نوصل فكرة انه راهو الحروب يا سمية، فما برشا عباد قاعدة تعمل في دي فيديو شفتهم وقاعدين، انا مش نحكي في حاجة غريبة، حاجة شافوها يعمل في مقارنة بين سلاح إسرائيل وبين سلاح متاع تونس، ونحن عنا كذا قاعدين يخلقوا في أفكار غريبة. فهمت؟ حبيت ننصح الناس الواعية واللي فايقة واللي تحب تساند القضية الفلسطينية انه راهو الحروب ما تجيش بهذه الطريقة، ما عادش بالسلاح الحروب، الحرب الحقيقية هي حرب توصيل المعلومة للرأي العام العالمي، نوصلوا له الحقيقة مش فقط نعبروا. هذيك علاش في بعض الأحيان فما حاجات احنا نساندوا بين في ماشي في بالنا، ردوا بالكم امان يا شعب يا تونسي، تبعوا معناتها الخطوات اللي قاعده تمشي عليها الدوله. راهو فما هذوما بربي نفتح قوس صغير ميساج، لي انستغرامرز ولي بلوغرز واللي هما الكل، راهو في بعض الاحيان انت ماشي في بالك قاعده تساند في القضيه الفلسطينيه بطريقه بعض. فهمت؟ راهو اما لكن بربي مثالش اسمع منا نحن في قناه حنبع في برنامجك سميه في فقره السير على الحي، راهو مش بهذه الطريقه نساندوا القضيه الفلسطينيه. في بعض الاحيان احنا ماشي في بالنا ان احنا نساندوا عن طريق التعبير، يعني باغ اكزومبل سامحني كي تخرج لي انت في 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 فرنسا تزلي علم ولا تحط لي عليه الله اكبر وانك تساند معناتها في فلسطين، ولا تقول معناتها كلام معناتها ماشي في بالك اللي انت تساند في قضيه فلسطينيه، راهو ينجم يكون هذايا ضد القضيه الفلسطينيه وانت قاعد تشوه فيها ماكش قاعد مساندها. هذيك علاش القضيه الفلسطينيه ماهيش قضيه كما نقولوا نحن قضيه ديانيه والا قضيه معناتها لا لا لا، احنا هذه القضيه خذيناها على عاتقنا وقاعدين نحاولوا كما قلت لك، قاعده اؤكد على بعض الكلمات لي مو كلي انا مسميتهم اليوم، اسر ونعودهم على الراي العام العالمي. علاش؟ على خاطر هما قاعدين يشوهوا كما قلت انت، يعني باغ اكزومبل بربي خليني نقول انا نسمي الاسماء بمسميات نحب نكتبها باش ما نغلطوش في اسمائهم، باش كي تدخلوا تقراوا التاريخ في الانترنت وتلوجوا على الناس هذوما تقراوا تاريخهم بالكدا ما نغلطوش في اسمائهم. فما عضو بربي في البرلمان الامريكي يا سمية اسمه هاردرت، هذه العضو في البرلمان الامريكي في يوم من الايام تعرفش قال في البرلمان، قال اليهود في امريكا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعده العقل ثم الغرائز. اتفقوا عاد شنو تو نحن نحكي في قناه حنبان محليه قناه الشعب وقناه انا نحكيو بنفس اللهجه نتاعنا فما حتى مشكل. فيقوا قال لك اليهودي هذا في مجلس في البرلمان الامريكي، قال لك الامريكان اليهود يسيطرون على كل ما هو له علاقه بالعقل وبالغرائز وبالمعده، اي شنو نعملوا معناتها؟ ردوا بالكم امان، فيقوا شويه، عرفوا شنو تخرجوا من الكلام كي تبداو تتكلموا.
اعملوا دي فورماسيون، ادخلوا على الانترنت، حاولوا تستغلوا الانترنت. وذي عينا ونحن نحكيوا عليه قديش من موسم، انا بتحنى بارا الوغ كيقول قديش من موسم افتخر. فهذيك علاش حبيت من هذا المنبر يعني نوصل لو ماكسيموم نتاع الكلام. سميه حبيت انه العالم معناتها الكل ما يتاثرش معناتها بهذه الخزعبلات او هذه الفيديوهات اللي قاعدين يشوهوا بها في صورة الدولة الفلسطينية. وأصبحنا معناتها كينا ندافع كينا نحن في لوكوان في ركن معناتها الركن معناتها نقولوا نحن ولينا ندافع كينا نحن غالطين مانيش معناتها صحاح. فنحب اي فلا حبيت نخرج بدي ريكومونداسيون سمية اليوم من الفقرة نتاعنا اليوم اللي حكينا فيها على كيفية التعبير وتوصيل معلومة للرأي العام العالمي، ونحاولوا ردوا بينا من تزييف المعلومات، انه كل حاجة لازم نحطوها في مكانها، واللي يحب يساند القضية الفلسطينية لازم يعرف شي خارج من فمه ويعرف شنو يقول باش ما نوليوش بطريقة غير مباشرة نحن نشجعوا على أشياء سلبية وأشياء مش في صالح هذه القضية العربية. نحب نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين و have a nice weekend، وإن شاء الله بإذن الله منصورة، وإن شاء الله علم فلسطين يقعد دائما يرفرف، ونحن سنساندها قلبا وقالبا ابتداء من أعلى الهرم من سيادة الرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد إلى أصغر طفل في تونس أو بالأحرى أصغر رضيع. قلكم نهاركم زين. دكتور نيجة تقولكم تابعونا على صفحة صراع الحي وإلا على صفحتي دكتور نيجة بن هلال. نهاركم زين وربي يوفقكم نسكن. لن أضيف شيئا، وصلنا لختام حصتنا، احنا باش تلقاونا في الكوجينة بالطبيعة. هذه نهارك زين، مرحبا. وختامها مسك، رجعت الكوجينة بحذا الشيف قيس والشيف ابراهيم. باش نخليكم الكلمة تعملونا ريكاب على الدبار نتاعنا لليوم. عندنا سلطة هي في لونطري، فقوس، طماطم، بصل، معدنوس، جبن اللي عندنا في الدار كل نحطوه، موتارد، زيت زيتونه وشويه هريسه عربي نفوحوها هكا وشويه نعناع شايح، تجي سلطه تدوخ حاجه طياره ياسر. هو اللي من ناحيتي دوخي دوخ العصبين شايف، يعني ايش علينا في السلطه؟ ايش علينا؟ باهي جميل العصبين. الدويده مفوره زعره بالخضره وبالعصبان. عصبان كما شافوا الساده المشاهدين قدمناها معدنوس كاو كبده وقلب وشويه لحم. معدنوس بزيد، بصل، نعناع شايح، شوية هريسة عربي، شوية ملح، فلفل أكحل، وكركم تابل حي فرشك دياري، فهمت؟ ولفيناها في السيلوفان في الألمنيوم. أشكرها هيك المدام توصلك في الكاميرا، أشكرها. يعطيها الصحة هي اللي عملت التابل. قاعدة تشكر في التابل، وهي عملت المدام. يشكر المدام، مخزن الكاميرا يقول يعطيك الصحة، عملت لنا تابل دياري. يعطيك الصحة، عملت لنا تابل دياري بنين، اللي يعجب الناس كل، والعصبان يطلع ياسر طيارة. دونك هذه الوصفة نتاعنا. عندنا البيتزا نخليو الشيف ابراهيم. شيف برشا البيتزا تنجم تتعمل في الدار، حاجة سهلة. صوص طومات تنجم تعمل 10 كبات طماط بار اكزومبل 8 مناس، تقللهم في الزيت، تحطهم ترحيها من بعد، تتحصل على صوص طومات، تفوحهم بالاستريغون ملح، شوية فلفل أكحل، من بعد تعمل البات نتاعك اللي هي سهلة، ماء وسكر وخميرة جافة، وترحيها مع بيان سير مع الفرينة. تحصل على البات نتاعك، تحلها في بلاطو، تخليها في البلاطو وموخ تخمر شويه 5 دقائق، تخليها تخمر 5 دقائق، بعد تصب الصوص نتاعك، تحط فرماجك، تعمل زيغريديون اللي تحب على انت. انا نعمل فيجيتاريان، سهله برشا، بصل، فلفل، طماطم، شويه استراغون من فوق، وانت تحب تفوحها في دارك باللي يجي، تحب تشري تون، تحب نشوى، جامبون، سلامي، اللي تحبه انت في البيتزا، خفيفه بنينه وتريليجيت. شويه حبق وشويه زيت. يعطيك الصحة شيف ابراهيم، خلي كلمة ختام. شايف منين جيتنا؟ من المرسى كما العادة، سيتي كاف تي كاترينج، نمرو التليفون تاعي 24 26 28. مرحبا بالناس. كابتي والنمرو هذايا بالحق ما نحكي لكمش على العصبين، جربوه العصبين هذايا وتفكروا. سمية في برنامج نهارك زين بالحق، عصبين ولا اروع، ونحي لنا كستريز نتاع الكرشه كل شيء. هذايا عصبين يظهر لي اين شويه اين شويه عصبين كرش جمله اين على الاخر. دونك وصلنا لختام حسنا، نحب نشكر توت ليكيب، يعطيكم الصحه كيف كيف.
نشكر مابل دوغاس على المبل الحلوه هذه، نشكر مهدي عشايش على اللوك وعلى المكياج، ميرسي بوكو. دونك حلقتنا وفيت، نتقابلوا غدوه نفس التوقيت ل 11 نتاع الصباح، سينو تلقاونا في الاعاده الاربعه نتاع العشيه. شاي طيب، نسكر بيبي، تشاو باي.